السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هنشرح لتر جديد من لتر جريد 1 منهج يو اي اي فونكس. معانا كالعادة الطالبة سلمى شريف عشان تسجل معانا وتجاوب معانا على الأسئلة. لتر اكس بينطق بهذا الشكل. تعالوا بقى نشوف الكلمات. دي بعض الكلمات اللي ممكن يكون فيها الصوت ريكس، تمام؟ تاكس، اوكي، فوكس، اوكس، فيري جود. اوكي، وبعدين ناخد الكلمات على الصوت بتاعنا. اول كلمه هي كلمه فوكس، طبعا الصوت ده كس، فهنقول فو او كس، فوكس. نقرا جمله عليها كمان. I can see a fox. Very good. Second word. Box. I can see a box. Excellent. Madin. Six. Number. Number six. Madin. X-ray. This. This is an X-ray. اوكي، فيري جود. دلوقتي هنفتح كتاب عشان نشوف مع بعض الصوت بتاعنا. طبعا الليتر اكس بيتكتب ازاي؟ بيكون خط مايل عكسه خط مايل تاني. بنبدأ بالابر لاين الى اللور لاين، ونفس الشيء في التانية بس عكس بعض، ويلتقوا في الميدل لاين. عندي السمول ليتر بيكون بنبدأ من الميدل لاين للور لاين وهكذا. نقرأ الكلمات الثانية يا سلمى. Fox, box, test, X-ray. Very good. Okay, color X, how many can you find؟ يلا كده بالقلم بتاعك ولوني الإكسات، مش لون دي، يعمل عليها خط كده بحيث إن هي تبان عشان نعرف عندنا كام X. اوكي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وكمان في واحد كبير تسعة. يبقى how many x x is here؟ عندنا كم x؟ 4 5 6 7 8 9 9 زي ما احنا عملنا، كان عندنا 9. تمام، اوكي. عندنا بقى مقطع اسمها listen and take the correct picture. عندنا هنا مثلا نمبر 1 في اربع صور، نمبر 2 وهكذا. هنسمع ونختار ونحط تيك على الصوره الصح. Two, six. Six. Three. X-ray. Three X-ray. X-ray. Four. لا، X-ray تحت يا سلمى مع three. والأخيرة Fox. Fox. وFox الأخير. ممتاز جدا. يبقى الأولى كانت Box. Six. X-ray. And Fox. قولي لنا كلمات البوكس الأول يا سلمى. نمبر 1 هنا. Fox. X-ray. Box. Six. Very good. X-ray. Six. Fox. Box. Box. Fox. Six. X-ray. Box. X-ray. Six. Fox. برافو عليك، شاطرة جدا. طبعا ده الصفحه اللي اكتيفيتي 4 عباره عن كتابه. تدريب كتابه هنكتبه زي ما اتعلمنا. هنروح لاكتيفيتي 5 ان سكرامل اند رايت ذا ووردز. هنعيد ترتيب الحروف دي عشان نكتب كلمه مفيده، وبعدين بعد ما نرتبها هنوصلها بالصوره المناسبه. نمبر 1 هتكون كلمه ايه؟ Yes.
Excellent. Very good. Number two. X. Ray. And tell. تاتا جدا بعدين بوكس احسنتي واخر شيء فوكس بعد ما رتبناهم هنوصل كل كلمة بالصورة المناسبة بتاعتها اوكي مظبوط اوكي شاطرة جدا احسنتي جدا دلوقتي هنبين الإجابات بعد ما سلمى عملتهم كلهم صح. Activity 6 Let's chant دي عبارة عن أغنية تعال نسمعها وبعدين أنت هتغني. Track 77 XX6 XX Fox XX X-ray XX Fox XX6 XX Fox XX X-ray XX Fox يلا دورك يا سلمى اقراي XX6 XX Fox XX X-ray ايوه XX Fox بوكس تمام تعالي نروح لاكتيفيتي 7 practice the chant in different ways اوكي خلينا نقرا كلمات على طول احسن عشان الوقت يلدي او كلمه slow fast quiet loud يعني صوت مرتفع slow يعني بطيء fast يعني سريع quiet يعني صوت منخفض او هادي loud يعني صوت مرتفع تمام تعالي كده ناخد مع بعض لعبة من الألعاب اللي معانا طبعا دي لعبة سهلة جدا هندوس بس على الحرف اللور كيس والأبر كيس يعني ايه يعني الكابيتال ليتر مثلا زي هنا ومع سمول ليتر معايا هنا كابيتال اكس سمول اكس اوكي اند كابيتال اكس سمول اكس عندي capital X مع small X اوكي وعندنا كمان واحد تمام شاطرة جدا يا سلام كده نكون وصلنا نهاية الفيديو في لينكات تانية ممكن نحطها في الديسكريبشن بوكس من عايز يتدرب عليها شكرا جزيلا نشوفكم في فيديو تاني مع السلامة باي سلمى Goodbye. Goodbye.